برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مسابقة تحت اسم مبادرات إنسانية بقيادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتم من خلالها تقديم أفكار ومبادرات فريدة من نوعها تخدم شرائح من مملكة البحرين. انطلقت المسابقة وتقدمت 125 فكرة عكست من خلالها روح المبادرة وحب الخير في المجتمع البحريني. طبعاً مؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اعتادت بصورة سنوية إقامة المنتدى السنوي، وهو منتدى حافل بالعديد من الفقرات. طبعاً المنتدى هذا العام ركز بصورة أساسية على مبادرات إنسانية. سبق هذا المنتدى فكرة مسابقة مبادرات إنسانية، وهي فكرة جاءت من إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حول فكرة حملة فينا خير التي أطلقت خلال جائحة كورونا. من هذا المنطلق قامت المؤسسة بإطلاق هذه المسابقة لتبني أكبر عدد ممكن من التجارب الرائدة من أجل صنع الأثر في مجتمع البحرين. ولله الحمد حققت هذه المسابقة تفاعل كبير من مجتمع البحرين، تقريبا ما لا يقل عن 125 مبادرة تأهلت المرحلة الثانية، ومن المرحلة الثانية تأهلت 15 مبادرة، ومن المرحلة النهائية تأهلت 6 مبادرات اللي احنا اليوم بالفعل نقوم بمشاهدة هذه المبادرات واستخلاص أفضل المبادرات من أجل أن تكون واقعاً ملموساً على الأرض. هي دعوة من القلب لجميع الجهات والمؤسسات الخاصة والشركات الراعية لدعم هذه المبادرات من أجل أن تكون بالفعل واقعاً ملموساً تخدم فئات المجتمع المختلفة. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر ولجميع أفراد مؤسسة الملكية ولجميع أفراد فريق العمل الذي قام مشكوراً بجهود رائعة بإقامة هذا المنتدى بجهود جبارة، وعلى هذا الحضور الجميل من جميع فئات المجتمع، طلاب وكبار وصغار، وأيضا من مؤسسات الدولة، كلهم جاءوا اليوم من أجل نتشاور، من أجل أن نتبادل الأفكار. وكانت فكرة أيضا جميلة لطلبة المدارس الخاصة الذين قاموا أيضا بعرض مبادراتهم الإنسانية التي يقومون عليها داخل إطار المدارس. نتمنى للجميع التوفيق والسلام. وتأهلت إلى النهائيات 6 فرق متميزة، لكل منهم حلم وطموح وفكرة يؤمنون بها ويرغبون في تحقيقها على أرض الواقع، ليس من أجل الفوز والحصول على الجائزة، وإنما من أجل خدمة المجتمع البحريني. الفائض عن حاجة الفرد داخل المنزل، القصد منا إما أن نحمي أفراد الأسرة من هذه التكدس الغير مقصود، أو أن عبر إتلاف هذا المخزون أو إعادة تدويره للصالح منه إلى الدول الفقيرة أو التي تمر بمنطقة حروب أو بكوارث طبيعية. مبادرتنا كانت عبارة عن تطبيق للتبرع بالدم، راح يضم جميع بنوك الدم ومستشفيات المختصة بالتبرع بالدم في البحرين، ويراعي جميع الأطراف المشاركة في عملية التبرع بالدم سواء المرضى أو المتبرعين أو بنوك الدم. من مزايا تطبيق Give to Save خدمة حجز المواعيد للتبرع بالدم، وأيضا راح يظهر إحصائيات للمستخدم على الصعيد الشخصي وعلى صعيد مجتمع Give to Save ككل. فهالإحصائيات راح يقدر المستخدم إنه يشوف الأرواح اللي قدر ينقذها وساهم في الحفاظ عليها. اليوم فكرتنا جميلة جدا، فكرتنا شواطئ للجميع اللي هو Accessible Beaches. فكرتنا نوفر كراسي أو ويلتشير مخصص للبحر أو طرق مخصصة للبحر، بحيث أن كبار السن أو ذوي الإعاقة أو اللي عندهم إعاقة بسيطة أو إعاقة مؤقتة يقدرون يستمتعون حالهم حال بالبحر. يعني سند هي منصة تطوعية إنسانية تربط بين المتطوعين من جهة والأسر المتعففة، بحيث ننظم عملية التطوع ونقدم ونخفف عليهم من أعباء الحياة. وصعد على المسرح المتحدث عن مبادرة مستودع الدواء، وترجل على المسرح فريق Give to Save، وكانت مبادرته هي عمل تطبيق للتبرع بالدم. فريق تلو الآخر كان يصعد على المسرح
ويعرض مبادرته المميزة التي لاقت إعجاب الحضور وفريق التحكيم بكل حماس وفخر وثقة. كانت المجموعات الستة تشرح مبادرتها وتجيب على أسئلة الحكام الثلاث. مبادرات مميزة ذات طابع إنساني مصممة نظراً لاحتياجات المجتمع البحريني ولخدمة أفراده. إذن كانت هذه هي المبادرات الست. خلونا نشوف الكيو آر كود اللي يخص كل مبادرة الآن راح تكون على تنعرض على الشاشة للجمهور الكريم. الحرية في التصويت. وكان للمدارس الخاصة دور في إنجاح هذا المنتدى، فتقدمت كل مدرسة بطرح مبادراتهم الإنسانية التي من خلالها كانوا يغرسون حب الخير والعمل التطوعي في طلابهم في كل عمل وتطوع. أنا بنان من مدرسة الحكمة الدولية. أنا آيات من مدرسة الحكمة الدولية. إحنا اليوم جينا نحضر الرويال هيومانيتيريان فاونديشن، وصراحة الإيفنت كان وايد حلو، وتعلمنا عن المبادرات اللي نقدر نقدمها للمجتمع عشان نصير مجتمع بحريني متكامل ومتكاتف. وصراحة التنظيم وايد حلو، المكان وايد حلو، وايد تعلمنا أشياء من خلالها إحنا نقدر نستفيد من خلال مدرستنا، يعني نطور من نفسنا. والأفكار صراحة يعني يعطيهم العافية، كل شيء حلو، الأفكار حلوة، والمنتدى كبرى وايد حلو. شكرا. السلام عليكم، إحنا طلبات من مدرسة عبد الرحمن كانو. أولا نبي نشكر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على استضافتنا في هذه المؤتمر، وما شاء الله المؤتمر منظم وايد حلو، ويعطيهم العافية على التنظيم الحلو وعلى كل شيء. والحمد لله احنا وايد استفدنا من هالمؤتمر، وان شاء الله من المعلومات اللي تعلمناها احنا نبادر ونعمل بأعمال أكبر إنسانية مع المدرسة. طبعاً إحنا في مدرسة عبد الرحمن كانو كانت تأسسنا أن نحب العمل الإنساني من إحنا صغار، فمن أعمال كانت الواتر بوتل كامبين، فكانت تشجعنا نجمع أغراش وبعدين they send it to المركز البحريني للحراك الدولي عشان يسوون لويلتشير عشان المحتاجين يعني. وبعد عندنا The Blanket Drive، المدرسة كانت تشجع الطلاب أن يجيبون بلانكتس يعني عشان they give it to the people that they need يعني. وشكرا. وهذه القليل من المبادرات والأعمال الإنسانية اللي عبد الرحمن كانوا دولية تنظمها، وإن شاء الله مع الوقت ومع اللي تعلمنا إحنا اليوم نسوي أعمال أكثر وأكبر. ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة حل الضيف العزيز الأستاذ ناصر المطيري، مدير عام مسك للمهارات. وتهدف مؤسسة مسك إلى الأخذ بيد المبادرات والتشجيع على الإبداع بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري. وتقدم البنك الأهلي المتحد بمفاجأة مفرحة لأصحاب المبادرات والجمهور بتقديم 10,000 دينار بحريني لدعم المبادرات المشاركة في المسابقة. المبلغ اللي احنا مخصصينه صراحة البنك الأهلي اتفقنا عليه أثناء مشاهدة هذه المبادرات الجميلة والرائعة، راح نقدم دعم 10,000 دينار بحريني لهذه المبادرات. ووسط ربكة الفرق المتأهلة ودقات القلب المتسارعة من الحضور وفريق التحكيم، بدأت لحظة إعلان النتائج وصفيق حار وسعادة من الجمهور في ختام منتدى مبادرات إنسانية. صورة جماعية راقية تحمل كل معاني الإنسانية والعطاء وصناعة الأثر في المجتمع البحريني. حبيت أشكر المؤسسة الملكية الخيرية على هالمؤتمر وهالمبادرات والتنظيم اللي أكثر من رائع الصراحة، وأتاحت الفرصة للجميع أنهم يقدمون مبادرات إنسانية، كل مبادرة أحلى من الثانية. مشكورين وما قصرتوا.
أنا سعيد جدا بتواجد اليوم كأحد أعضاء لجنة التحكيم. للأمانة تشرفني بالعديد من المشاركات الجميلة. أنا اليوم أقول ما في فكرة فائزة، مو فكرة واحدة هي اللي في النهاية في مثل هاي النوع من المسابقات، مو فكرة واحدة اللي هي تفوز، كل اللي شارك فائز. رسالتي حق الجميع، إذا أنت قدمت رسالتك أو فكرتك عفوا، يود فكرتك إلى أن تتحقق على أرض الواقع. شكرا لكم على مشاركتكم، شكرا لكم على تواجدكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أعرض عن شكري وتقديري لسيدي جلالة الملك لمبادراته الإنسانية الكثيرة لدعم المتضررين داخل وخارج البلد. أشكر جلالته لفكرته الإبداعية لتأسيس المؤسسة الملكية لتقديم أفضل الخدمات لفئة هامة في المجتمع بأسلوب مهني راقي يصون كرامتهم. وأيضا أشكر سمو ولي عهد رئيس الوزراء لدعم سموه ودعم الحكومة لجميع برامج المؤسسة. ولا يمكن لمؤسسة متواضعة بموارد محدودة أن تحقق هذه النجاحات داخل وخارج البلد لولا دعم جميع الوزارات معنا. طبعا الشكر موصول إلى سمو الشيخ ناصر شيخ الشباب قائد العمل الإنساني وراعي هذه المسابقة التي أبرزت مبادرات جدا جميلة إذا تطبقت ترفع مستوى البحرين عالميا في مجال العمل الإنساني. وإحنا نضمن بدعم من سمو الشيخ ناصر أنها راح تطبق إن شاء الله. ونشكر القطاع الخاص ورجال الأعمال اللي من بداية المشروع وهم يتابعون الحلقات في تلفزيون البحرين قرروا أن يتبنون بعد بعض هالمشاريع، فلهم الشكر والتقدير. نشكر الجميع ونتشرف أن نكون الأيادي الآمنة التي توصل خير المجتمع إلى فئة هامة من الأرامل والأيتام في هذا المجتمع الجميل. شكرا.